اسمي هند مسلماني، مهنتي مهندسة معلوماتية. أنا محاضرة للكورسات للأهالي كإنتجراسيون باوشتاين كورس فراوي أوري جرينسين، كما أنني موجهة تربوية لدى شتات أوكسبورغ. أنا حابة أخبركم أن اللقاح يحميني أنا وعائلتي، إنه كباقي اللقاحات كشلل الأطفال التهاب الكبد والحصبة. لتعود حياتنا إلى طبيعتها ولنعيش بأمن وأمان يتوجب علينا أخذ اللقاح. وشكراً.